ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. قال بمن قدر له الهدى والضلالة. وأيضا مسند عن مجاهد: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال: يترددون في الضلالة. وفي قوله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه، قال كتب على الشيطان، قال كتب على الشيطان أن من تولاه فهم في جهنم معا. وعن مجاهد في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في كتاب مبين، في أم الكتاب. وعن مجاهد قال: أول ما في اللوح المحفوظ فتحت الكتاب. وعن مجاهد أنه قال في قوله عز وجل: وما شعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال: وما يدريكم أنكم تؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قال: نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيات فلا يؤمنون كما حللت بينهم، كما حلت بينهم وبينها أول مرة، كما حلت بينهم وبينه أول مرة. قال مجاهد: سمعت أقول أولئك كان لهم نصيب من كل إنسان أزمنه ضائقه في عنقه، قال: ما من ود إلا في عنقه ورقة مكتوبة فيها شقي أو سعيد، أن كتب في لوح محفوظ لابد أن يظهر. وأيضا قال في تفسيره قوله تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: وأنا كتبتها عليك. فمن نفسك، قال: وأنا كتبتها عليك. وعن مجاهد في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، قال: المؤمن مؤمن والكافر كافر. كما بدأكم تعودون، قال المؤمن والكافر كافر. وعن مجاهد في قوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لا يعملون، قال: لهم أعمال لا بد من أن يعملوها. وعن مجاهد قال: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال: لا بد لهم من أن يعملوها. لا بد لما؟ لأن الله قد كتبها، وما كتبه الله جل في علاه لا بد أن يكون. إن الله خلق الخلق وكتب عليهم أقدارهم وكتب أقدارهم، وفرغ ربكم من العباد. علم أهل الجنة من أهل النار. وجد في قوله تعالى: ولهم أعمال، قال: لهم خطايا. عن النجيح عن مجاهد قال: إن ديناه سبيلا، قال: الشقوى والسعادة. وفي قول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال: طريقة الحق، لأسقيناهم ماء غدقا. هذا ماء كثيرا لنفترهم فيه حتى يرجعوا إلى ما كتب عليه. المسألة دلالة على ما كتب. هذه فيها دلالة أولا على مجاهد أنه يثبت القدر، وأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. حتى إبليس قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم إبليس وأعلم معصيته، ولذلك خلقه لها. ولذلك أيضا الحسن لما قال إن الله خلق آدم للأرض كان نفس الأمر، لأن الله تعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وفي قوله تعالى: وأضل الله على علم، وقد قال مجاهد في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، قال: المؤمن مؤمن والكافر كافر. وفي قوله تعالى: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال: لا بد أن يعملوا، لأن الله كتبها، وما كتبه الله جل في علاه في لوح المحفوظ لابد أن يظهر. إن الله لما خلق القلم قال له: اكتب، قال: ما اكتب، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتابته له كائن إلى يوم القيامة، وأن ما كتب الله جل في علاه لابد أن يكون. ورأى مجاهد رجلا من القدرية صلى بجانبه فقام عنه، وقيل له: صلى بجانبه، قال: ضمنتني معه صلى الله وراح. والضلالات. وفيها الفوائد المستنبطة: ما كتب لابد أن يظهر، فرغ ربكم من العباد،
علم الله بمعصية إبليس فخلقه لها. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.